السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما وأبدا. أيها الأحبة، وجه السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان رسالة يوم الأحد على إثر إقرار الموازنة تحت قبة البرلمان، ولكن ضمنها إلفاتة مهمة، حيث قال: نؤكد أن إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني، ونعارض بشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان. فبالنسبة لنا إن إقليم كردستان ليس خطا أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضا، فإما كردستان أو الفناء. سالمي خير، هذه ليست رسالة موجهة إلى الرأي العام، وكأنها نذر حرب. هسه احنا ما ندري يعني كردستان إقليم في الدولة العراقية أو أن الدولة العراقية إقليم تابع للدولة المركزية التي يدعي البعض أنها أربيل. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والتي حملت عنوان إقليم كردستان في العين قضى وفي الحلق شجا. أيها الأحبة، كما اعتدنا أن نقرأ بعضا من ما كتب حول هذا الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان رسالة إلى السيد مسعود برزاني مع التحية، الكاتب جمعة العطواني. رسالة إلى السيد مسعود برزاني مع التحية، الكاتب جمعة العطواني. أنت أيها الزعيم الكردي وحزبك السياسي تمثلون تهديدا حقيقيا لاستقرار الإقليم سياسيا وإداريا وجغرافيا، أما لماذا؟ السبب واضح، وهو أن سياسة الإقصاء والتهميش والتعالي التي تتعاملون بها مع إخوانكم الكرد في السليمانية ستؤدي إلى انفصال السليمانية وحلبجة وباقي المناطق الإدارية التي تقع تحت سيطرة الأحزاب الكردية في السليمانية، ستؤدي إلى انفصالها عن الإقليم كأمر واقع، ويرتبطون في الحكومة الاتحادية أو يعلنون عن أنفسهم إقليما مستقلا وفق السياقات الدستورية. إن إصرار الإطار الشيعي على تمرير الموازنة بما يضمن حقوق كل مكونات الكرد يمثل ضمانة لاستقرار الإقليم. مرحبا بكم مرة أخرى، وأدعوكم للانضمام معي للترحيب بضيوف الأكارم: الأستاذ أحمد خالد الكعبي رئيس مركز قناديل للبحوث والصحافة، الأستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف للبحوث والدراسات. وتقبلوا التحية مني محدثكم على أفاضل، ومعي في الإعداد الأستاذ قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أستاذ أحمد خالد الكعبي، سيد مسعود البرزاني يعني في تصريحات تكشف عن عمق الخلافات بين الكرد نفسهم، كما تكشف عمق الخلافات بين البارتي والأحزاب الشيعية، حيث يقول: اتفقنا مع الحكومة الاتحادية قبل الموازنة، لكن هناك من التف واحتال ونقض الاتفاق. يعني طبعا اكو كلام جدا حاد، يعني ما اعرف شو نسميها، نسميها تهوين حتى ردود الافعال، عدم الاهتمام عما سيصدر من المقابل. السيد ابو مسعود كيريد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا وعلى المشاهدين. مرحبا. وقبل البدء بالحديث نزف آيات التبركة والتهاني للمرجعية العليا في النجف الأشرف، وتحية من القلب ومن الوجدان لكل شهدائنا الكرام من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، ولجميع الجرحى خصوصا من أدى جرحه إلى شلل أو أن يكون مقعدا طيلة حياته، وإلى عوائلهم بالذات. هذا دين في الرقاب إلى قيام الساعة.
أما السيد البرزاني فبكل مهنية أتحدث أشعر أنا اطلعت على بيانه يعني نعم. وأشعر بأنه ما زال يعتقد أنه صقر وباقي الطبقة السياسية مجرد حمائم وبصراحة شديدة أقول أنني شعرت أن الرجل خارج الزمن لأن الأمور تغيرت كثيرا. فعراق 2003 هو ليس عراق 2023 كل الطب ما موجود الآن خصوصا في مجلس النواب بعيدا عن التقييمات كانت إيجابية أو سلبية إلا أنك تشعر أن هناك حراك وطني حقيقي يريد أن يعني يهدف بالنهاية إلى القضاء على أن على مبدأ أن تكون الدولة بأكثر من رأس. هذا واحد جيد. الثاني لا يمكن منطقيا أن يتحدث السيد بارزاني باسم إقليم كردستان كوحدة واحدة. نعم. كلنا نعلم موقف الاتحاد الوطني الكردستاني اليكتي يعني سليمانية وحلبجة النصف بالكامل النصف الإداري والاقتصادي والسياسي والديمغرافي ليس معك وهو في واقع الحال منفصل بالكامل عن إرادتك السياسية فأنت ما من حقك تتكلم باسم إقليم كردستان كوحدة واحدة إذن أنت تتكلم باسمك باسم حزبك حقيقة يعني أربيل وربما أربيل وتهوك أو حزبك هو حزبك صحيح. ثم هذه الحزبية حقيقة يعني بدون خطاب حاد استاذ علاء هذه حزبية مقيتة أصبحت يعني الذوق السياسي العراقي أصبح غير مستوعب أو غير مرحب بهكذا بيانات حادة ولهذا أقول الرجل شعرت به خارج الزمان لأنه هذا الخطاب ينتمي لفترة يعني تشبه أنك تتحدث بأدبيات الحرب الباردة وأنت تجاوزتها بعشرات السنين فخطابه مردود عليه والطبقة السياسية أعتقد ردت على مضمون أهدافه بإقرارها للميزانية وبالذات الفقرة 14 اللي هي أوجعت لأنه أنت أمسكت بالعصب بصراحة أكثر أنت أمسكت بالخرجية هذه الخرجية التي كانت تستغل لتمويل الحزب دون المواطنين وأنا أريد أن أثبت قضية مهمة جدا أعتقد أن الأكراد كمواطنين هم أخوة لنا في وإخوة لنا في درب الكفاح الطويل الذي خضناه ضد الدكتاتورية الطائفية التي حكمت العراق طويلا. يعني باعتقادك أنت الشخصي أستاذ أحمد يعني هذه اللهجة التي فيها مقدار كبير من العدائية تجاه الآخرين يعني مردها إلما هو لم يكن في يوم من الأيام لطيفا مع لطيفا لا عفوا يعني أنا أشر هذه المرة يعني لغة صارخة يعني بكل صراحة أعتقد لأنه كل مشاريع السياسية فشلت وإذا أردت أو سمحت لي أن أتكلم بصراحة أكثر أقول بأن السيد برزاني تيقن بأن الدولة العميقة الوطنية في العراق قررت أن تعاقبه على ما فعله بالعراق طوال هذه السنين وخصوصا مواقفه الأخيرة في محاولته لشق الصف الشيعي الوطني جاء وقت الحساب والآن جردت حساب وهو مدرك تماما أن الميزانية أن ما جرى في الميزانية هو يعتقد أن الأمر سياسي لكنه هو دستوري غير خالي من الأهداف السياسية هذه بهذا الموضوع مرحبا بك أستاذ حسين الكناني السيد مسعود البرزاني يقول مخاطبا القوى التي وصفها بالشوفينية طبعا والتأكيد يقصد بها القوى الشيعية يقول أنها خالفت الدستور أي دستور هذا الذي يفرض على البصرة أن تسلم عائداتها النفطية وغير النفطية ولا يفرضها على إقليم كردستان نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام مرحبا. عندما نأتي ونحلل الخطاب خطاب مسعود بارزاني نعم. نجد أنه هذا خطاب مأزوم
وبالتالي الأسباب التي دعت أو العلل التي أدت بهذا الخطاب عدة معطيات، بعضها ذكرها الضيف، بعضها قديم، والبعض الآخر تيقن كما ذكر أنه هنالك مشاريع فشلت، مشروع الانقسام وكثير من القضايا الحزبية الخاصة تتعلق بمسعود برزاني فشلت. ما يزيد الطين بلة هو أنه المتغيرات التي وضعت في الموازنة هي لصالح الأقليم وليس ضد الأقليم، بدليل أنه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو يمثل نصف الأقليم تقريبا هو كان مؤيد من المؤيدين، وبالتالي عندما يتباكى عن مصلحة الشعب الكردي كان ينبغي أن يعطي هذا الشعب استحقاقه المالي. هو على أقل تقدير البرلمانيين في اللجنة المالية الغير أكراد طبعا هم من يطالبون بعودة ما سمي بالادخار الإجباري. نعم. بالتالي هذا على هذه بعد إذنك على هذه المفردة بالتحديد قضية الادخار الإجباري وكيف تعاملت معها الموازنة وكيف أقرها اعتبروها تدخلا في الشؤون الداخلية. ما أدري يعني الإقليم دولة أخرى لو هي جزء من المركز يعني اعتبرها تدخل في شأن الداخلي، خطاب دولة لدولة. يعني هو ابتداء هو لا يعترف بالحكومة الاتحادية، هو يعتقد ما للإقليم للإقليم، وهو شريك بنفط البصرة. هو ينظر عين منصبة إلى نفط البصرة والاتفاقيات والموازنات الانفجارية التي لو يعني لو وضعت بميزان دقيق لا يستحق كل هذه المليارات التي تعطى لهم، وهذا طبعا مؤاخذة تأخذ على القوى الشيعية وحتى الحكومة الاتحادية. يعني أنت تقصد أيضا تنازل في المجمل. الآن نحن يعني بصدد أكثر من 22 تريليون دينار يعطى لمحافظات، يعني ما يعني عندما تتم لا توجد مقارنة بينها وبين 9 محافظات اللي هي الوسط والجنوب، ويعني وفق الحاجة والاحتياج والأكثر فقرا الأكثر تضررا، مع ذلك عن تعداد مدينة مع ذلك عادل، ومع ذلك يعطى بشكل يعني وببذخ. والحكومة كل الحكومات ليس حكومة السوداني، كل الحكومات تتعامل يعني بمحاباة كبيرة على حساب أبناء الشعب العراقي الآخرين. أعتقد نأتي إلى خطابه كما ذكرنا أنه نحن أمام نصف الأقوى الأكراد هم مع معارضين ومع إقرار الموازنة وبالتالي هذا الخطاب اتهمهم بالخيانة. وهو أيضا لديه تجربة سابقة عندما وضع يده بيد النظام المقبور وقاتل أبناء جلدته، عندما ألزم بضرورة أن يسلم الواردات النفطية وغير النفطية، وهذا فقرة أدرجت في الموازنة. هو كانوا معترضين طبعا على هذه الفقرة، أنه مسألة إلزام الإقليم بضرورة تسديد الواردات النفطية وغير النفطية وإلا سوف تقطع عنه الموازنة. هذا هو الذي أشاطه، مع العلم أنه هذه الموازنات وهذه الواردات كلها لا تصل إلى الأكراد بقدر ما تصل إلى عائلة مسعود برزاني والمقربين، وحتى الكثير حتى هم أنفسهم يعني الكثير من الشخصيات الكردية الحزبية هي لا تعلم أين تذهب هذه الأموال الكبيرة والكثيرة، ويشاهدون أن هنالك تراجع كبير بالمستوى المعيشي وعلى مستوى الخدمات. أيضا هنالك السياسة، نحن عندما يعني عندما يصف أن هذا الإقليم هو أرض ملك للأكراد، يعني هذه مفارقة، مثل الدولة يعني كما يقول الصهاينة أو أن فلسطين دولة يهودية. هذا التأسيس على أساس الطائفي أو على أساس العرقي الديني هذا مرفوض. أنت اليوم لا يوجد بلد في العالم ما يعني لا يوجد فيه أعراق وأديان مختلفة، يعني من غير المعقول أنه يأتي بهذا الخطاب ويريد أن يكرس كأنما ملك صرف للأكراد أنه إقليم كردستان ملك للكرد. الكرد الكل يعرف لم يكن لهم وجود إلا بعد القرن 19، وهذه معروفة وحقائق التاريخ ثابتة، وبالتالي يحتاج إلى إعادة مراجعة لهذا الخطاب. طبعا هذا ليس بغريب على ألسن القادة الكرد، يعني أكو لقاء صحفي إحدى الصحفيات الأجنبيات التقت السيد مسرور برزاني فسألته سؤالا هل أنت عراقي، قال أنا كردي،
ولم يقل نعم أنا عراقي. أيها الأحبة ضيوف الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان الأحزاب الكردية والعملية السياسية، الكاتب مانع الزاملي. الأحزاب الكردية والعملية السياسية، الكاتب مانع الزاملي. رغم أن الفيدرالية منحت كثيرا من الحقوق والمميزات لكردستان، إلا أن تمدد بعض قادة الكرد أكثر من حقهم وأكثر من الدستور في ظل انشغال حكومة المركز بملفات كبيرة وخطيرة شائكة مهدت السبيل لبروز ظاهرة استغلال الظرف بشكل يتجاوز كل الأطر الدستورية والوطنية. فالكرد يتمددون دون مسوغ باستغلال حقول النفط في كردستان استخراجا وتسويقا دون إيصال مبالغ مبيعات النفط للحكومة المركزية، ويقدر النفط المصدر بما يقارب نصف مليون برميل يوميا، وكذلك أخذ إيرادات المنافذ والجمارك لصالحهم. ومع هذا يطالبون بكل حقوق ورواتب موظفيهم وقواتهم العسكرية وغيرها من حكومة المركز بميزانية كبيرة جدا لا تتناسب مع حجم المنطقة، هذا الذي يسمى بلغة العامة بالخاوة والتلويح بالانفصال مرة والتصدي لقوات الحكومة تارة أخرى. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم. أستاذ أحمد، بالمقطع السابق أشرت إلى إشارة جدا مهمة، وهي أن عراق 2023 ليس هو عراق 2003. يعني ما أدري، كأنك تريد تشير إلى أن السياسة الداخلية التي تديرها الحكومة كأنما كنية لمغادرتها تلك السياسة التي تعتمد على الترضيات والمجاملات على حساب أطراف أخرى. الديمقراطية حكم الأغلبية. طيب، إلا ديمقراطيتنا التي يعني وصفوها لزقول هذه الديمقراطية توافقية. نعم. وخربطة ومسائل. هو حقيقة يعني الديمقراطية التوافقية يعني مصطلح علمي ويعني هم راسخ بالأدبيات العلوم السياسية. نعم. لكن يعني هو القضية أعتقد بالنسبة للسيد البرزاني من قلت هو خارج الزمن. هو هسه أنا ما أعرف، أنت زعيم حزب تاريخي عريق الحزب الديمقراطي. نعم. الكردستاني. فالأب الروحي إليه المفروض يعني ما ينقطع عن المتابعة حقيقة يعني. ولا أنت شون ما عندك صورة عن تغير اجتماعي سياسي فكري في مجمل العمل السياسي بالعراق؟ ما ممكن لأحد منطقي ولو كان إنسان بسيط مو قائد سياسي كبير كالسيد البرزاني أن لا يكون ملما بهذه أو شاعرا حتى بهذه المتغيرات. هناك طبقة وطنية شيعية ناهضة تريد أن هي لا تريد شيء يعني يعد تمرد أو انقلاب مثل ما أشار تقريبا ألمح بيانه الحاد وغير المنطقي حقيقة يعني. زين، فكان المفروض بأن يكون ملم بهذه المتغيرات. هناك جيل جديد واضح، أنت شوف بالنسبة لشخص أو أفراد مجلس النواب أكثر ما عندهم عهد سابق بالعمل النيابي، لكن معززين بإرادة وطنية حقيقة واضحة بترجمة الدستور أو أغلب بنوده على أرض الواقع. بالنسبة لي أنا أعتقد بالنسبة لي السيد برزاني هو يمثل بصراحة رأس الهرم في أنا أسميه فوضى إدارة الدولة. مو إدارة الحكومة، فوضى إدارة الدولة. ليش؟ لأنه أنت من تجي، طبعا أنا أقول الكيان اللي يمثله السيد المحترم السيد برزاني مو إقليم كردستان ككل، لأن ثبتنا بالمقطع الأول أنه هو مو منطقيا كله تحت راية البرزاني. أحسن. فبالتالي هو مسؤول عن ملف فوضى إدارة الدولة بالعراق. كيف؟ لأن أنت تتزعم كيان هو ما يمكن تصنيفه الآن وفق أي مصنفات لمبادئ العلوم السياسية
أو الفكر السياسي أو المصطلح السياسي ما ممكن أصنفه. أنت لا لا كيان دولة صريحة ولا أنت ضمن الدولة الموحدة. أنت بكل ود وصراحة يعني احنا نتحدث هنا بشكل يعني نتمنى أن يكون مهنيا حتى المشاهد يصل لنتيجة حقيقية. بالنسبة لك أنت حتى مو كيان كنت فدرالي، لأن الكونفدرالية تعني نظامين بدولة واحدة، لكن الواقع ذهب باتجاه إلى ما هو أكبر من الكونفدرالية بالضبط. ولهذا أقول البرزاني مسؤول عن إذا أحسنت أستاذ علاء، ولهذا أقول البرزاني مسؤول عن ملف فوضى إدارة الدولة. هذا الجيل الوطني اللي ينمو وبصراحة أثبت أنه هو رقم صعب بتصويته على الميزانية الأخيرة الميزانية، هذا الجيل يريد أن ينهي ملف الموازنة ملف فوضى إدارة الدولة. هذا الجيل أخذ على عاتقه هذه الأمانة، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا. لعلنا نشهد متغيرا حقيقيا في مسار التعامل الإداري الداخلي. إن شاء الله المستقبل رهين إرادة القوى السياسية والحكومة العراقية. أستاذ حسين، الكردي الذي صوت لصالح الموازنة خائن، الشيعي الذي صوت لصالح الموازنة دعما لحقوق باقي المكونات شوفيني. هذا يعني أن السيد مسعود يريد أن يقول أن الحق ما أراه أنا بصرف النظر عما يراه غيري، وإلا فالتهم جاهزة. تحدث لي عن هذه القضية. هذا يعكس على أنه مسعود برزاني يفكر بعقلية الإمبراطورة والدكتاتور. وأيضا هو مبدأ تكفيري. اليوم أنا بمجرد ما أختلف فيك الصورة مختلفة، يعني لا أكفرك لا أكثر ولا أقل، لا أكفرك رأسا. يعني إحنا إذا أنا اختلفنا في موضوع معين مثلا نحن لا أمام موازنة، وأنا عندي صلاحيات وأنت عندك استحقاقات، وبالتالي من ضمن صلاحياتي الدستور اللي هم أكثر جهة استفادت من الدستور العراقي وكتب بأيديهم هم الأكراد. هذا الدستور العراقي كل مطالبه اللي يرضى اللي هو ما يعترف به. طبعا هو لا يعترف بالفقرات التي تعارض مصلحته الاقتصادية والسياسية فقط، وإنما هذا الدستور مفصل وبدقة وبمقاسات الأكراد هم من رسموها وهم خططوها. أنا مداخلة بعد إذنك، يعني أنا حقيقة التقيت بخبراء في موضوع الدستور، قالوا أن كل الهنات التي نؤشرها على الدستور العراقي جاءت نتيجة للاستجابة لمطالب الأخوة الأكراد. نعم. عندما تقرأ الدستور تجد أنه لديهم صلاحيات توازي صلاحيات رئاسة الجمهور، بل هي مانعة، نوع من أنواع الفيتو، نوع من أنواع يعني الخطوط التي لا يمكن تجاوزها إلا بموافقتهم، وبالتالي تكون لديهم الكلمة العليا على الكثير من فقرات. نحن لسنا بصدد مناقشة الدستور بقدر ما نحن بصدد مسألة أنه يتهم الآخرين بالخونة والشوفينية يعني بكثير من الصفات اللي أنا عبرت عنها بالتكفيرية. بمجرد ما أنه اختلفوا معه اعتبرهم خائنين، يجب قتالهم. بالتالي هذا مبدأ تكفيري، مبدأ يعكس الدكتاتورية اللي والعقلية اللي يفكر بها مسعود برزاني. طبعا هذا التفكير أكثر خطر حقيقة يواجه إقليم كردستان ليس من العراق وليس الحكومة، بل على العكس اليوم الحكومة العراقية والدولة العراقية هي يعني هي الرحم الذي نشأت به هذه ما يسمى بإقليم كردستان، وكل الخيرات وكل النعم اللي يتمتع بها إقليم كردستان هي ببركة الدولة العراقية، ولولا دعم الدولة العراقية لما بقت إقليم كردستان. لكن هو هذا التفكير اللي المترسخ الآن بعقل مسعود برزاني سوف يؤدي به إلى التدمير الذاتي. سوف تصل، نحن الآن لدينا أحزاب معارضة، طبعا معارضة أحزاب صغيرة ناشئة شبابية، وأعتقد أنه المعطيات سوف تؤشر على أنه سوف يعني يزداد رصيد هذه الأحزاب الصغيرة، بالإضافة للانقسام وكسر العظم بين الحزبين الديمقراطي والكردستاني.
هذه المقدمات كلها سوف تؤدي إلى التدمير الذاتي لإقليم كردستان. أكيد يعني أنت اليوم كل سياسة ظالمة، كل دكتاتورية، أنت يعني كما حصل بحكومة صدام حسين يعني نظام البعثي 38 سنة. عندما تشاهد أكو دولة وأكو قوية وأكو أمن وأكو جيش بالمليون مقاتل، لكن هو مثل الذي يعاني من هشاشة العظام، بمجرد ما يتعرض إلى صدمة حقيقية سوف ينهار ولا يبقى له أي وجود. هذا سوف هذه النتيجة سوف يواجهها إقليم كردستان، ليس تهديدا من قبل أبناء الدولة العراقية والحكومة الاتحادية بقدر ما بسبب السياسات التي يتبعها مسعود برزاني وعائلة مسعود برزاني والحزب الديمقراطي في إقليم كردستان. آية صريحة، يخربون بيوتهم بأيديهم. تاني هذه النتيجة، العمل المقدمات سلبية تكون نتيجتها هو الانقسام والانشقاق. وبالتالي عندما وكو تجربة سابقة، احنا ليش يعني احنا من جاي يعني جاي نقرأ نعلم الغيب، بقدر ما عندنا تجربة سابقة بين الحزبين الديمقراطي والحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكيف وصلت الأمور إلى الاقتتال، واتكأ على صدام حسين وحاول أن يسيطر على المحافظات الشمالية بدعم النظام، وبالتالي تقوى بصدام على أبناء جلدة الأكراد اللي هم أصلاً هم مالكين، هم مالكين على إقليم كردستان. وهذا يتكرر عندما يأتي بهذه الصياغات إنه هذه الإقليم كردستان ملك للأكراد. بالضبط، أنا عرفت الوقوف عن هذه المفردة، يعني مثل ما إحنا مثل اليهود عندما أجوا وقالوا يا أبا فلسطين لا تقولون فلسطين، لا تقولون إسرائيل. هذا ما تستبطن الإشارة بعد إذنك، يعني هي هذه ما تستبطن الإشارة إلى أن الثروات الموجودة في الأراضي المحددة بإقليم كردستان لن نشارك المركز فيها، ولأنني مرتبط بالمركز فعلي أن أخذ ما لدى المركز. أما ما يتعلق بالثروات التي تحت أرض كردستان فهي خاص ملك للشعب الكردي. هذا يعني يصرحون بشكل واضح، يعني أنت سحنجة قاعد يمني فقط تنقص. حد هذه اللحظة هم يعتقدون انه كل الثروات اللي نعم. بالاقليم حتى ماده 11 وماده 12 نعم. انه هذه شنو هي المشكله؟ مشكله النفط والغاز شنو مشكلتها؟ ما يردون ياسسون الى قانون يمنحهم او يجبرهم على انه يعني يكون هنالك تصدير مشترك او يسلمون هذه الواردات، مع انه القانون صريح يقول لك يابا الواردات الثروات ملك للشعب العراقي وهذه تروح بالخزينه الدوله ومن ثم تقسم. لا، هو يريد مال الاقليم للاقليم ومال العراق ايضا للاقليم. لا، ومال العراق انا شريك به. انا شريكه الي 20%. هذه اشكاليه كبيره يعني. شوف هذه الموازنه اخذ اكثر من 20%. يعني تقريبا ربع الشعب، يعني ربع الموازنه. من نجي احنا نشوف ملكرات مثلون ربع الشعب العراقي، تعداد مدينه الصدر يعني واحده ربما اكثر من مساله التعداد. تعداد شو؟ تعداد سكاني. ليش يرفضون ان يكون هنالك تعداد سكاني؟ لأن تظهر الارقام الحقيقيه، تظهر الارقام الحقيقيه، احجامهم تظهر. نعم. احجامهم الحقيقيه. نعم. استاذ احمد، يبدو ان القضيه ما لها علاقه بمشروعيه طلبات اربيل، انما لها علاقه باحد موضوعين ربما. الاول ربما هو ضعف مفاوض الحكومه مع الاقليم، وهذا ثبت عكسه، لأن قوة المفاوض أدت إلى أن تقرر الميزانية الموازنة بداخل البرلمان، أو أن الإخوة المعترضين يستندون أو يستقون بالخارج. شو ترجح؟ يعني إحنا أستاذ علاء نثبت شغلة. نعم. أنه إحنا نعيش تحت ظل نظام ديمقراطي. نعم. ما عندك بعد تروح تضرب الهور او تضرب كردستان، تضربه كيمياوي او نابالم او هذا بعد، ولا احد يطمح في ذلك، ولا احد يريد ذلك. نعم. اصلا فاحنا نقاشاتنا كلها الان، حتى الصراع داخل الطبقه السياسيه هو بالنهايه، وانا يعني بصدق اقول الحمد لله رب العالمين، هو في ظل التداول السلمي في السلطه وحتى التنافس على عجالة لو سمحت، محكوم بأطر دستورية. وأنا أؤكد على قضية أنه النظام الديمقراطي أعتقد أقوى بكثير
في تطبيق القانون من النظام الدكتاتوري، لأنه معزز بمشروعية ويتخذ خطواته بمنطقية. الأستاذ أحمد خالد الكعبي، الأستاذ حسين كنان، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان هذا ما كنا نخشاه، كردستان خط أحمر بل خط الموت أو الفناء، الكاتب يوسف الراشد. هذا ما كنا نخشاه، كردستان خط أحمر بل خط الموت أو الفناء، الكاتب يوسف الراشد. لا يتعامل مسؤولو كردستان مع الحكومة المركزية في العراق ككيان واحد مستقل يرفرف العلم العراقي من شماله إلى جنوبه ويثقفون أبناء كردستان على هذه الثقافة، فإما الموت والفناء من أجل كردستان، وإما التمرد والعصيان واللجوء إلى سفوح الجبال كما فعلها الأجداد، فهم لا يعترفون بالعراق الواحد الموحد ويعتبرون ما حصل في مجلس النواب انقلابا على الإقليم وعلى المكتسبات التي حققها الشعب الكردي. من هنا لا بد من مجلس النواب ومن الحكومة المركزية إعادة النظر في كثير من القوانين والتشريعات التي تنظم التعامل بين المركز والإقليم، وأن لا تغبن حقوق المحافظات العراقية الأخرى التي ترزح بالفقر والعوز ونقص الخدمات وسوء التعليم. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم، الأستاذ أحمد خالد الكعبي رئيس مركز قناديل للبحوث والصحافة، الأستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف للبحوث والدراسات. مرحبا بكما مرة أخرى وأخرى. أستاذ حسين، عدد من المعنيين بالشأن السياسي يقولون أن على الأقليم أن يدرك أن موضوع الانفصال هو من الموضوعات شبه المستحيلة، لأنه لا التوازنات الإقليمية والدولية تسمح بذلك، وليست هنالك مقومات يمكن أن تعتمد عليها المنطقة الكردية لتعلن استقلالها. يعني مسألة انقسام إقليم كردستان. لذلك بعد إذنك يعني خلي أسألك السؤال. لذلك يرون أن على الحكومة أن تعيد النظر بطبيعة العلاقة التي تربط المركز بالإقليم. صورة أخرى يريدون من التعامل. لا لا، هم يدون يحافظون على هذه الصورة إنه مال الإقليم اللي ثبتناها إنه هو هسه ما يعني أسباب اللي دعت طبعا حتى هذه اللحظة نعم. لم يسلم الإقليم برميل واحد من النفط ولا درهم واحد من الواردات اللي فاتحين علينا الحدود اللي أكثر من 20 معبر واردات غير نفطية، بالإضافة لعمليات التهريب اللي كسر ظهرهم القرار المحكمة اللي بالمحكمة الدولية اللي اعترفت به وكو قرارات طبعا على تركيا، وأنه هذا الأنبوب أنبوب بغداد وليس أنبوب إقليم كردستان، وبالتالي خضعت هذا اللي كسر. يعني مسألة الإقليم والانفصال أيضا هذا الحلم الكردي كما يعبرون عنه تبخر، وكان هو يعني وجه من أوجه التعامل إقليم كردستان مع داعش عندما دخل. وإلا ما هو التفسير أنه داعش يترك أربيل ويذهب باتجاه صلاح الدين اللي تبعد عنه أكثر من 200 كيلومتر؟ شنو أنت دخلت بالموصل، ليش عفت أربيل اللي هي بصفك ورحت اندفعت باتجاه المحافظات اللي صلاح الدين البعيدة نسبيا واللي بعيدة نسبيا؟ أيضا لاحظنا قطعا. شو تريد تشير صراحة؟ أشير أنه أكو تواطؤ، بالإضافة للمعلومات أنه أكو نوع من أنواع التواطؤ بين إقليم معنا مسعود برزاني وداعش في تلك المرحلة، أراد تقسيم العراق وبالتالي ينفصل إقليم كردستان وما الأخوة في يعني الدولة ما يسمى بالدولة الإسلامية ما عندهم مشكلة والأكراد باعتبارهم سنة، فممكن أن يغضون الطرف وتبقى حكومة يعني تتحول إقليم كردستان إلى دولة، وهذا هو الحلم الكردي. لكن إفشال المشروع، نحن عندما نتحدث أن هنالك مشروع لداعش يشير إلى استحالة تحقيق هذا الحلم. هذه نقطة. الأخرى مسألة الاستفتاء الذي تم إجراءه. نعم كمقدمة أراد الاستفتاء طبعا واجه عدة يعني عدة أنواع من الرفض، ابتداء وكان أكثر قوة حتى من حكومة بغداد. يعني حقيقة المواطن العراقي ذاق يعني ضاع ذرعا بالأكراد،
يقول لك عمي خلي ينفصلون والله موتونا ماخذين نفطاتنا وكش ما محصلين منهم ومن يعتدون عليهم يجي يقول تعال وين الجيش العراقي خلي يجي يدافع. من يصير اعتداء على الحدود المحافظات الشمالية يبقى يتفرج ويطالب من ابن الخايبة يجي يدافع على الجبل اللي هو يمنع جند واحد يدخل إلى أقليم كردستان. بدليل شوف الرفض اللي أكثر قوة كان من إيران، إيران رفضت بشكل قطعي. وحقيقة أكو موقف يعني هسه هو يعني حسب للسيد العبادي، لكن واقعا أكو إرادة دولية هي اللي دفعت أنه يسترد مدينة كركوك بهذه الطريقة، بالإضافة للتعاون يعني أهلها والأحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني والتنسيق، وإنها كانت قرصة إذن المن لمسعود برزاني أنه ماكو دولة كردية ما تصير، أبقى بهالكيان هذا اللي هو مثل ما لا تقدر توصفه فدرالية، لا تقدر توصفه هو كونفدرالية، لا تقدر توصفه أنه هو دولة، هو ما مصنف يعني ما مصنف خارج فشيء غريب حقيقة. يتعامل ويا بغداد على أنه دولة في قبال دولة. وأكثر تعقيدا وهو عايش ومستمد قوته وثرواته كلها من بغداد، ومع ذلك هو يعاملها بندية وبتكبر واستعلاء. في نهاية المطاف مسألة الحلم الكردي والانقسام هذا أيضا تيقنها مسعود برزاني. سبب إن يعني انكفاءة وحالة تاير العدم، طبعا يحمل أبناء جلدة المسؤولية هو يحمل الاتحاد الوطني يصفهم بالخونة، يصفهم خونة، وبالتالي أكو مشروع كانوا يعني الأكراد كانوا جزء منه ما راضين على هذا المشروع، ذلك يحملهم المسؤولية بالتأكيد. أستاذ أحمد هو أشار إلى أن القوى الشوفينية خالفت الدستور. طيب الوقائع أثبتت أن هناك قوى تعادي بلدان الجوار، بعض بلدان الجوار اتخذت من أربيل مقرا لها وفتحت لها معسكرات ومارست أعمال عدائية تجاه هذه البلدان وبشكل علني يعني. وبشكل علني موضوح الموساد افتتح له مقرات ويمارس عمله التجسسي سواء على العراق أو على بلدان الجوار. هذه لا تعد خرقا للدستور، أي دستور يطالبنا السيد البرزاني بالالتزام به. هو واضح الدستور ما دام يعني محقق له مطالبة بالنسبة للسيد البرزاني هو معه، هو خوش دستور. وللأسف يعني هي هسه هو هذا هم يشترك ويا الكثير من الأطراف حقيقة تي. مو بس السيد البرزاني. بس أنا قبل ما أجاوبك أستاذ علاء عندي في التعقيب بسيط على ما أتفضل به الأخ العزيز أستاذ حسين. قضية يعني هو ألمح أستاذ حسين أنه هناك نوع من المؤامرة بين داعش وبين إقليم كردستان. أنا بصراحة أجد نفسي مضطر أن أقول أنا أرفض هذا الطرح، لأنه داعش مثل خطر لكل العراق ولكل النظام السياسي الذي يشكل الأكراد جزء ودعامة مهمة وثابتة من دعائم هذا النظام السياسي الذي أقيم على أنقاض الدكتاتورية الطائفية التي كان من رحمها ما شاء الله رحمها ولود يعني داعش وغير داعش وما أعرف شنو العناوين اللي عرفناها. ف يعني خطابنا أعتقد يعني إحنا كنخب الآن شيعية حقيقة يعني نثبت أنه قضية الخطاب الوطني ضرورة وإحنا أهل إله، لأنه بناة الدولة الآن هم الشيعة. فالخطاب الوطني لازم يرسخ. أعتقد بيان السيد البرزاني كان بيانا حادا نعم، لكنه لم يكن بيانا تافها. ليش؟ لأنه عكس، أنا كرأي شخص عكس لي أنه هذا النظام السياسي ينضج الدولة، لأنه ما طول السيد البرزاني منزعج لهذه الدرجة إذن النظام السياسي نضج. ليش؟ لأن الدولة، مفهوم الدولة في العراق بدأ يترسخ وينهض، وبكل صراحة هذا ضد مطامع وعقلية السيد البرزاني التي أنا مضطر لأصفها مع الأسف بالمتحجرة.
متحجرة لأنه لا يعي ما يدور حوله. النظام السياسي في العراق ينضج، النخب الوطنية تنهض بمشروع الدولة، و يعني كان بودي إن سمحت لي بدقيقة واحدة أوجه نصيحة أخوية مليئة بالشعور الوطني والإخلاص للطبقة السياسية في كردستان أربيل تحديدا، لأن إحنا حرزنا موقف الاتحاد الوطني الكردستاني حقيقة، هم أقرب للقرار الوطني إن لم يكونوا جزء مهم منه. نصيحة بالذات للسيد المحترم نجرفان البرزاني، اعزلوا السيد برزاني عن صناعة القرار، سيؤذيكم كثيرا ويؤذي كردستان. تمتعوا ولو بالقليل من البرغماتية. بدقيقة واحدة لو سمحت أستاذ حسين، يعني الإقليم صار مأوى لكل الموتورين، صار مأوى لكل الهاربين عن سلطة المركز، وأيضا صار مأوى لكل البعثيين. فهل تعتقد أن أربيل ستقدم على دعم البعثيين؟ بدقيقة لو سمحت. يعني أنا ما أعرف بدقيقة، أنا أعتقد أكو نوع من أنواع التواطؤ مع البعثيين ومع الـ 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 النواصب في داعش. كان هناك معلومات كثيرة، فتحت مطارات، كانوا يسمى بالثوار. يعني كان الخطاب الإعلامي لكثير، لكل القنوات العربية، وحتى قنواتنا الآن كثير من قنواتنا الآن كانت تسمي الدواعش في تلك الفترة بثوار العشائر، والكثير من السياسيين الآن هم جزء من المنصة، والكثير من هؤلاء أعود إلى سؤالك هم كانوا مقيمين في 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 أربيل وما زالوا الآن كثير من هؤلاء هم ما زال مقيم في أربيل. ومن هنا أقول إنه كان هنالك نوع من أنواع التواطؤ بين الدواعش ومسعود برزاني. أيها الأحبة، أحد الخبثاء كتب يقول اطمئنوا أقليم كردستان لن ينفصل الآن، لأنه باق ل حلب ضرع المحافظات الجنوبيه، هو باق لحلب اخر قطره بترول جنوبي واخر دولار تخرجه ارض الجنوب، بعدها ستكون الطرق الى تل ابيب معبده. هذا طيب مو خبيث. والعراق باي باي، في امان الله.